السجن معاليك كيف أثر عليك؟ شو غير؟ غير فيك؟ غير بشخصيتك؟ السجن في سجينين في الحياة. سجين يبقى يحلم بالحرية، هذا يعني نفسيته بتتحطم وبينام وبيحلم برا ولا يتطور وبيخرج يعني حاقد ربما. أنا حقيقة تجربة السجن تجربة يعني استثمرتها استثمار غير عادي، بمعنى أنا سترهف كنت يمكن بالأسبوع أو على 10 أيام أنجز كتاب قراءة. تقرأ؟ أنجز كتاب بالأسبوع على 10 أيام. نعم. في السجن أنا كنت أدرس، أنا درست جغرافيا ودرست أحياء للمساجين. للمساجين. نعم. والسنتين اللي درست فيهم كانت تطلع نسبة النجاح 100%. طبعا زملائي آخرين درسوا رياضيات ودرسوا كذا. أنا في السجن ما كنتش كثير بتعامل مع الرياضة، صرت مع فريق السجن في الباسكت، يعني تعلمت باسكت وصرت شو اسمه في السجن. كنت في لجنة السينما، كان في يعرض فيلم وكنا في عنا لجنة سينما، حط فيلم هادف ونعمل مناقشة عليه ومثل ما بيعملوا معهد السينما. نعم. وبيعملوا داخل السجن. داخل السجن. نعم. كله يعني استثمار حقيقي، يعني لا أذكر. وبعدين يعني كان الله يرحمه غالب الضمور مدير السجن يجي ضيوف من الشرفة يشوفني يقول شوفوا بالله هذا سجين، هذا مفقعني، هذا دائما لباسي مكوي، داير بالك على حالي، داير بالي على حالي وحالق وحسب الأصول، وكأنه عندي. وحتى بيسألني مثلا واحد بيقول لي شو رأيك كذا، بقول له والله اليوم أنا مشغول لأنه برنامجي مليان. يعني شو غريب وشو حلو نسمع هيك عن تجربتك بالسجن. حقيقة تجربة، لم أتوقع هاي الإجابة أبدا. تجربة غنية بكل ما تعني الكلمة. وبالمناسبة مش تجربتي وحدي، تجربة العديد من الشباب يعني بنفس السياق. وبالعكس إحنا لما جينا على السجن شفنا قبلنا كثير، يعني قلدنا من سبقنا. نعم. ولذلك كان في يمكن أهم مكتبة في السجن، يعني الكتاب بلف على كل المعتقلين السياسيين. أكثر من هيك بتعرف إنه كنا نقوم في توعية لبقية المساجين، يعني في المساجين اللي محبوسين على قضايا غير سياسية نلتقي فيهم نحسن من بنيتهم النفسية، نحسن من أنه بس يطلع يكون أحسن. إعادة تأهيل. إعادة تأهيل. نعم. غير مباشر. نقوم في دور غير مباشر. السجن تجربة للي بيستغلها. تجربة طبعا ما بدعو لأي واحد أن يسجن. أكيد. يعني طبعا. ولا أقبلها لا فهد ولا لا أي جيل. يعني طبعا. الآن والأمور الحمد لله الآن في بلدنا يعني مساحة الحرية واسعة، والسجن يعني أصبح لفئات يعني مجرمة للمجرمين. أو نعم أو عليه نعم. مسائل وكذا. لكن السجن السياسي تقريبا انتهى في بلدنا. حتى اللي بنسجن على وضع سياسي بتلاحظي أسبوع 10 أيام أو بطلع. فتجربة حقيقة أنها يعني بكامل الغنى. بتعرف استرهف لما يعني بس الشيء الملاحظ أنه أنت بعد فترة من السجن يعني بعد ما أطول. تطلع لا قبل ما تطلع. قبل ما تطلع بعد فترة من السجن يصبح مش الإنسان بطبيعته بيحلم، أي إنسان بيحلم، أنت بيصبح حلمك في إطار جدار السجن، بتبطل تحلم برا. حتى في المسائل الحلوة بتحسها في ممكن تصير داخل أسوار السجن. داخل أسوار السجن يعني سبحان الله الدماغ حتى باللاوعي بنحسر في الـ في الـ في المكان. ولذلك أنا اللي اخترع السجن هذا عجيب وغريب، اللي اخترع فكرة السجن. هاي المنظومة. طبعا. وبتعرفي أول ما طلعنا يعني أنا قعدت حوالي 2.5 سنين، بتعرفي أمشي في الشوارع أحس في ضجيج وخوف، خوف من ضجيج السيارات. ما أقطع الشارع، أكون أنا وإخواني علي وسميح وسيب نقطع الشارع أتردد، لأنه أنت متعود على جو فيه هدوء شديد جدا. إيش هالضجة هاي وإيش هالأصوات والزوامير وناس وعالم وكذا. في كتير ناس بعد السجن لما بيسجنوا لسنوات طويلة، يعني معليك. نعم. ما قضيت فترة طويلة. نعم. بس بيكون صعب إعادة تأهيلهم لنمط الحياة. صحيح. العادية والطبيعية. صحيح.